هل أقدم خروفا أو نعجة؟ لا 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 لا, لا طبعا, أنا أحب اللحم ولا يمكن أن أقدمه كقربان. ما العمل؟ لا بأس بدجاجة نحيفة. للأسف في كل الدجاج سمين ولذيذ. إذن ثمرة فاكهة غير ناضجة. غدا ستنضج وتصبح لذيذة. هذه الحبوب كثيرة وتفيض دائما عن حاجتي, كما أنها ستفسد على كل الأحوال. إنها القربان المناسب. هذا الكبش أثمن ما عندي. أبشر يا صديقي, ستكون قربانا لله تبارك وتعالى. والله كنت أحب أن أقدم نفسي بدلا منك. والآن ما الذي يفترض أن يحدث؟ لا أدري, ربما يبعث الله لنا بإشارة واضحة لقبول أحد القربانين. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين. القتل, القتل, سأقتلك ذات يوم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق, إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر, قال لأقتلنك, قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. هل أدركت الآن لماذا أنتقد الإنسان وأكره تصرفاته؟ لك الحق في أن تغضب من قابيل أو تبغضه, ولكن ليس كل الناس هكذا مثل قابيل. لا تنسى أن شقيقه الطيب هابيل هو أيضا إنسان. إن الخير والشر يا صديقي موجودان في الدنيا ومتلازمان منذ بدء الخليقة. ولكن الشر هو الأقوى وهو الذي ينتصر. من قال لك هذا الكلام؟ يتصور الشر أنه يحقق المكاسب بالمكر أو البطش, ولكنه هو الخاسر, يخسر الدنيا والآخرة. أنت لا تعرف بقية القصة, على الأقل لم تعرفها من وجهة نظر الغربان. تفضل, كلي آذان مصغية. لا لا, لقد تأخر الوقت كثيرا, يجب أن أدخل في عشي وأؤدي تسبيحي لله قبل النوم. حسنا حسنا, نلتقي في الغد إن شاء الله. لا مانع, غدا أنتظرك هنا عند نفس هذه الشجرة. ألقاك على خير بإذن الله. سبحان من هذا خلقه. انتظر أيها الراعي, أنا لم أتناول طعامي بعد. لماذا أنت متحامل على الإنسان هكذا؟ أنتم تحبون الله وتعصونه وتكرهون الشيطان وتطيعونه. معك حق, حدثني عما رأيته من ظلم الإنسان لأخيه. قابيل, لقد ألمتني. هذه أصول اللعبة, هل تريد أن يحضن الصياد فريسته ويربت عليها؟ بالطبع مطرب الغربان. صوتي جميل, صوتك قبيح مثل شكلك يا وجه الشؤم. أريد أن أرتاح قليلا في الكوخ. ولكن هذا كوخي أنا. إن دمي يسيل. ألم أمرك بعدم النوم هنا؟ هل أنت جائع يا صديقي؟ تفضل, خذ ولا تخف. أنتم اثنان, انتظر. نحن اللذان سنتزوج ومن حقنا أن نختار, وأنا اخترت توأمي التي كانت معي في بطن أمي. يجب أن تتزوج أنت من توأمي وأتزوج أنا من توأمك. هذه الحبوب كثيرة وتفيض دائما عن حاجتي, كما أنها ستفسد على كل الأحوال. إنها القربان المناسب.
هذا الكبش أثمن ما عندي. أبشر يا صديقي، ستكون قربانا لله تبارك وتعالى. والله كنت أحب أن أقدم نفسي بدلا منك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. القتل، القتل. هل أدركت الآن لماذا أنتقد الإنسان وأكره تصرفاته؟ إن الخير والشر يا صديقي موجودان في الدنيا ومتلازمان منذ بدء الخليقة، ولكن الشر هو الأقوى وهو الذي ينتصر. من قال لك هذا الكلام؟ يتصور الشر أنه يحقق المكاسب بالمكر أو البطش، ولكنه هو الخاسر، يخسر الدنيا والآخرة.